صباح الخير أيمن، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم اليومي من داخل الإدارة العامة للمرور للتعرف على الحالة المرورية في الطرق والمحاور الرئيسية لمحافظات القاهرة الكبرى. يعني اليوم هو السبت ويشهد سيولة مرورية عالية في العديد من الطرق والمحاور، وذلك نظرا لأن هناك العديد من المصالح الحكومية والجامعات والمدارس تكون عطلة في هذا اليوم، لكن قد يكون هناك بعض المؤثرات في بعض المحاور. يعني اليوم سوف يكون هناك إعادة محاكمة رموز النظام السابق في التجمع الخامس. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الرائد محمد حسين من الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني في البداية النهاردة السبت، طبعا احنا متعودين أن بيبقى فيه سيولة مرورية عالية في الطرق والمحاور الرئيسية، يعني كيف تسير الحالة المرورية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت؟ يعني هو الحمد لله اليوم بداية من صباح اليوم الأمور الحمد لله هادية على معظم المحاور، يمكن لم نتلقى أي اختراقات من الخدمات المتواجدة على الطرق بوجود أي مؤثرات من أعطال أو حوادث يكون لها تأثير. الحمد لله نقدر النهاردة نقوم برحلاتنا بشكل طبيعي، لا توجد أي مؤثرات. يمكن معظم المحاور زي ما احنا شايفين على الشاشات خلفنا بتصير بشكل طبيعي، كثافات يعني أقل من المعتاد، الامور هادئه تماما، وان شاء الله يكون رحلتنا النهارده ميسره باذن الله. يعني لو ابتدينا باهم حاجه ممكن تحصل النهارده، هو اعاده محاكمه رموز النظام السابق، الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخليه وسته من كوار مساعديه. يعني هيبقى في التجمع الخامس في اكاديميه الشرطه، يعني الاستعدادات الامنيه او الاستعدادات اللي هتقوم بيها الاداره العامه للمرور. تمام، طبعا في خطة تم وضعها مسبقا، خدمات مرورية مكثفة متواجدة مع المأمورية، متواجدة منطقة الأكاديمية لعدم للحيلولة دون وقوع أي تأثيرات تؤثر الحركة المرورية، وللعمل على سيولة الحركة المرورية. يمكن حتى الآن الحمد لله لا توجد أي كثافات، وبيبقى طبعا معمول حساب بوجود بعض المتجمعين لمتابعة المحاكمة خارج أسوار الأكاديمية، ولكن الحمد لله حتى الآن بدون أي تأثير، أمور طبيعية تماما الحمد لله. هل هناك تحويلات قامت بها الإدارة العامة للمرور في بعض الطرق أو المحاور المؤدية لأكاديمية الشرطة؟ لا لا لا، ما فيش أي تحويلات، الأمور ماشية بشكل طبيعي، جميع المحاور مفتوحة، خدمات مرورية متواجدة بشكل مكثف للعمل على سيولة الحركة المرورية بدون أي تحويلات. لو نبتدي بالشاشات ونشرح كده للساده المشاهدين الطرق والمحاور. تمام، يعني هو النهارده الحمد لله سيوله على جميع المحاور. يمكن لو بصينا معانا دلوقتي ميدان الرابعه العدويه في القادم من 6 اكتوبر والمنصه، المتجه لعباس العقاد ومكرم عبيد، وايضا القادم من الطيران والمتجه الى محور العروبه. الحمد لله ميدان الرابعه العدويه جميع محاوره بتسير بشكل طبيعي. طريق الاستيراد ايضا متجه من مناطق المنصة وكوبري اكتوبر، متجه الى الطريق الدائري ومناطق الدويقة، الحمد لله في الاتجاهين ماشي بشكل طبيعي. محور الروبة ايضا، يمكن الكاميرا مش واضحة شوية، ولكن الحمد لله اخر متابعة معانا الامور طبيعية ايضا في الاتجاهين. كوبري اكتوبر منطقة اعلى المالية، القادم من رمسيس والقادم من وسط المدينة، المتجه الى منزل النصر والاتجاه الاخر، الحمد لله كثافات لا توجد اصلا الحمد لله، الامور ماشيه بشكل طبيعي. يعني معظم المحاور المروريه حتى على الطريق الزراعي القادم من اسكندريه والمتجه للقاهره، الطريق الدائري بجميع محاوره الحمد لله اليوم الامور هادئه تماما على معظم المحاور المروريه. يعني ماذا عن الحملات المروريه في ال 24 ساعه الماضيه؟ تمام، الحملات المرورية بتعمل على مدار اليوم، يمكن خلال الأيام اللي فاتت كانت متواجدة بشكل مكثف لضبط تحديدا المخالفات سير عكس الاتجاه، الدرجات البخارية اللي بتسير بدون لوحات وبدون أوراق، الحمولات الأعلى من الجوانب، عدم تغطية الحمولات، جميع أنواع المخالفات، مخالفات تجاوز السرعات. يمكن في الفترة الليلية كان تمكن النقيب أحمد خشبة مع النقيب عمرو غضنفر، ده الكل الامن المتواجد على الطريق الدائري، من ضبط شخصان احدهم مطلوب التنفيذ عليه في حكم جنحه مخالفه مباني سنه وثلاث شهور، ده حكم غيابي، وايضا تم ضبط شخص اخر معاه 5 قطع من مخدر الحشيش، وتم التحافظ عليهم وتسليمهم في اسم شرطة القناطر الخيرية لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة. يمكن طبعا الأقوال الأمنية متواجدة على معظم الطرق التابعة لإدارة العامة للمرور لتحقيق التواجد الأمني وأيضا المروري، وبنأمل إن شاء الله بدعم التوفيق ليهم، وإن شاء الله الأمور تعود لحالتها الطبيعية. أهم الحوادث التي حدثت صباح اليوم.
يعني الحمد لله يمكن على مستوى الاداره العامه المرور ما كانش عندنا حوادث مؤثره للحركه المروريه، الامور ماشيه بشكل طبيعي، طبعا رحلات اقل من المعتاد النهارده السبت، فالامور الحمد لله جيده بتسير بشكل طبيعي الحمد لله. يعني لو هنتقل مع حضرتك لنقطة أخرى، يعني كان في على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية يعني بعض الشباب ابتكروا فكرة وهي التاكسي النيلي. تاكسي نيلي يعني هم قالوا إن هو بينتقل من شبرا للمعادي في ظرف 10 دقائق فقط. يعني هل الإدارة العامة للمرور عندها معلومات عن التاكسي النيلي ده، أو يعني دوره إن هو ممكن يقلل التكدس المروري في شوارع القاهرة؟ تمام، هو يعني الإدارة العامة للمرور أنا عن نفسي ما عنديش فكرة عن الموضوع، لكن هو ممكن يكون موضوع طرح ما بين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي. فكرة طبعا جيدة جدا، استخدام المسطحات المائية المتواجدة في جمهورية مصر العربية خاصة داخل العاصمة قد يقلل بشكل كبير جدا من الكثافات الموجودة على معظم الطرق. يعني الطرق دلوقتي بيبقى عليها أحمال عالية من السيارات، خلافا على يعني السيارات اللي بتقف في انتظار تاني، عدم وجود جراجات مخصصه لاستيعاب هذا الكم من السيارات اللي بيكون متوقف في الشوارع. فبالتالي استخدام المسطحات المائيه المتواجده داخل العاصمه هيقلل طبعا من الكثافات الموجوده، وفكره طبعا جيده جدا، يا ريت ان شاء الله تطبق. يعني اذا تم تطبيق هذه الفكره من قبل الشباب، يعني هل هناك اجراءات قانونيه من قبل الاداره العامه للمرور مع للعمل مثل هذا التاكسي؟ طبعا اكيد ده يعني اي مشروع الاجراءات بتبقى من خلال المسطحات المائيه، ممكن يكون في تنسيق طبعا مع الاداره العامه للمرور، لان اكيد هذا التاكسي لو اشتغل طبعا هيكون ليه مواقف على الطرق في التقاء مع المسطحات المائيه على نهر النيل يعني. فطبعا اكيد هيكون في تنسيق مع الاداره العامه للمرور واداره المسطحات، ولكن حتى الان اعتقد لسه ما فيش حاجه زي كده يعني نعمل انها تشتغل. يعني لو اتكلمنا عن مرافق النقل النهري زي المعديه وزي الاتوبيس النهري، يعني هي دلوقتي شغاله بشكل كبير ولا لا؟ لا اعتقد مش شغاله بشكل كبير، لا يعني بس دي يعني هل لو اشتغلت بشكل اكتر ممكن تساعد برضو في تقليل التكدس المروري في شوارع القاهره؟ طبعا طبعا، استخدام محور المسطحات المائيه بشكل عمومي يعني سواء كان الاتوبيس النهري او التاكسي النهري اللي الشباب بيتكلموا عنه دلوقتي، هي وسيله طبعا لتخفيف الاحمال والضغوط المروريه المتواجده على المحاور المروريه معانا. لو حضرتك تقول لنا الطرق المؤديه الى ميدان التحرير. لا تمام، ميدان التحرير الحمد لله الامور طبيعيه، بيعمل بشكل طبيعي، ميدان العباسيه بيعمل بشكل طبيعي، جميع المحاور المروريه الحمد لله عليها سيوله والامور طبيعيه بدون اي تحويلات الحمد لله. واخبار محطات الوقود وتوافد المركبات على محطات الوقود؟ يعني هو النهارده برضو عشان الامور اخف شويه في الكثافات فما تبانش معانا النهارده المشكله بتاعت السولار، ولكن الامور ماشيه طبيعيه حاليا. يعني يمكن نبتدي من بكره نحس ببعض التاثير، ولكن يعني يمكن تكون قلت حدتها ببعض الشيء، ولكن ما زالت طبعا موجوده ونامل ان شاء الله في تحسنها تباعا. يعني هل هناك محطات وقود يوم السبت يوجد عليها توافد من قبل المركبات؟ طبعا جميع محطات الوقود طبعا مجرد وجود سرر بيبقى فيه توافد للمركبات، ولكن النهارده لقله عدد السيارات المتواجده على الطرق بيؤدي الى سيوله بعض الشيء، ما بنحسش بالكثافه اللي بنحس بيها في معظم الايام. واخر اعمال الصيانه الموجوده حاليا؟ تمام، ما زالت طبعا معانا بعض اعمال اصلاح الفواصل، منطقه اعلى الطريق الدايري، اعلى كوبري المعتمديه القادم من مناطق المحور والطريق الزراعي المتجه للهرم، ايضا منطقه اعمال اصلاح فواصل اعلى منطقه الاستراد، ايضا اعلى منطقه مؤسسه الزكاه القادم من نفق السلامه المتجه الى الطريق الزراعي، ايضا منطقه اصلاح للفواصل ما بعد منزل محور مرتين جديد والمتجه الى طريق اسكندريه الصحراوي ومناطق 6 اكتوبر. يعني نامل ان شاء الله في انتهاء سريعا، وده طبعا اصلاح الفواصل دي بيحقق لنا سيوله، وايضا بيساعد على سيولة الحركة كمان. يعني ده الأعطال اللي بتبقى موجودة في الفواصل بتؤدي إلى تهدئة السيارات بشكل كبير، يمكن بتأثر كمان على سلامة السيارات، فاحنا دائما بنتابع مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة إصلاح مثل هذه الفواصل، ونعمل إن شاء الله في فترة قريبة نكون أنهينا جميع الأعمال عشان نحس بسيولة على معظم المحاور التابعة للإدارة العامة مرور ومرور القاهرة. لو انتقلنا يا سيادة الرائد لنقطة سرقة السيارات في الفترة الماضية انتشرت بشكل كثيف، يعني إجراءات أو الخطة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظاهرة؟
تمام طبعا. مع لك لو تقول لنا معدل سرقة السيارات يعني على مدار الشهر او على مدار الاسبوع. تمام. وطبعا يعني في فترة الانفلات الأمن اللي حصلت بعد أحداث 25 يناير طبعا حصل طبعا سرقة عدد كبير جدا من السيارات. الإدارة العامة للمرور جهزت جميع الضباط المتواجدة على الطرق التابعة للإدارة العامة للمرور وأيضا القاهرة بجهاز بي دي اي. جهاز البي دي اي ده بيتم ادخال رقم المركبه يبتدي يديني البيانات الخاصه بهذه المركبه بالكامل في حاله تبين ان اللوحات المثبته على السياره لا تخصها او البيانات مغيره تماما لما عليه السياره. بيتم السياره مبلغ عنها صاحب السياره مبلغ بسرقتها او ادتني رجوع للامن العام. معنى رجوع للامن العام ان السياره دي مبلغ بسرقتها في احدى اقسام المرور. على الفور طبعا بيتم التحفظ على السياره وبيتم كمان رفع رقم الشاسيه وبنشوف البيانات الاصليه لهذه السياره وبيتم التحفظ طبعا على السياره ومالكها وبيتم تسليمه الاسم المختص وبيتم طبعا عن طريق الملف التواصل لمالك السياره وبيتم اختاره طبعا للتوجه للاسم المختص اللي تم تسليم السياره فيه لاستلام سيارته. يمكن ده ساعدنا كتير طبعا في الفتره الاخيره في ضبط عدد كبير جدا من السيارات اللي تم سرقتها ونامل ان شاء الله في الفتره القادمه مزيد من التقدم طبعا في الحاله الامنيه وتكون في تحسن ملحوظ يشعر به المواطن ان شاء الله. يعني برضو في ظاهره انتشرت اخيرا وهي السير عكس الاتجاه. يعني حضرتك ذكرت في بدايه الحديث ان هناك حملات امنيه لضبط المخالفين ويقومون بالسير عكس الاتجاه. يعني لماذا هذه الظاهره انتشرت؟ طبعا دي سلوكيات يعني دي سلوكيات خاصه بمعظم قائدي السيارات. يعني شعوره بعدم تواجد مروري شعوره بعدم تواجد امني. طبعا ده يعني سلوكياتنا احنا كمواطنين يجب ان احنا نكون اكثر وعيا. وبعدين يعني كم المخالفات اللي بيتم ضبطها دليل على تواجد الامن والتواجد المروري. يعني هو بيفاجئ طبعا لما بيقوم بالمخالفه ان في تواجد مروري بيتم ضبطه بيتم تحرير مخالفه ضده. فنامل ان شاء الله ان الظاهره تختفي. بشكل كبير بيتم طبعا التواجد لتحقيق الانضباط المروري ونامل طبعا في اختفاء هذه الظاهره. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. هكذا مشاهدينا الكرام تعرفنا عن الحالة المرورية في الطرق والمحاور الرئيسية لمحافظات القاهرة الكبرى يوم السبت. عودة مرة أخرى للزميل أيمن عزام لاستكمال فقرات جولة الأخبار.